أهلا بكم. قضيتنا الأولى من حفر الباطل، والتي تواصل معنا مجموعة كبيرة من أهاليها لطرح قضيتهم والمتلخصة بطلب واضح: نريد جامعة تحمل اسم المحافظة، وذلك عطفا على المشروع التنموي في بناء الإنسان والمتمثل في تأسيس أكثر من 25 جامعة تنتشر بأرجاء المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. القضية تتلخص بالتالي: حملة أطلقها سكان حفر الباطن عبر الشبكات الاجتماعية تحمل عنوان نبي جامعة، رووا فيها ما يعرف لديهم بيوم الوداع. يوم الوداع هذا أطلقوه على يوم الجمعة مع نهاية كل أسبوع، حيث يودع الأهالي أبنائهم الجامعيين للذهاب إلى مناطق أخرى أقربها يبعد عن حفر الباطن 600 كيلو تقريبا. أقيمت جامعات كثيرة دون حفر الباطن، فكانت المطالبة واضحة: تعدادنا 700,000 نسمة، ألا نستحق جامعة تحمل اسم حفر الباطن؟ منصور المزهم يلخص القضية في التحقيق التالي من حفر الباطن: خرج أهالي محافظة حفر الباطن عن صمتهم مطالبين وزارة التعليم العالي بجامعة حفر الباطن، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 700,000 نسمة. حقيقة أن موضوع الجامعة بالنسبة لأهالي وسكان حفر الباطن أصبح ضرورة ملحة جدا، لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. في الآونة الأخيرة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتطور يعني الانترنت وتقنية الإعلام، بدأ موضوع الجامعة يطفو على السطح، يعني بعدما كان مغيب لسنوات طويلة. هذا يعني الحراك الجديد اللي شاهدناه من أهالي حفر الباطن، خصوصا فئة الشباب وفئة الآباء والأمهات، هم اللي يعانون يعني من عدم وجود جامعة. أنا لا أعلم يعني سبب واحد يؤدي لعدم افتتاح جامعة بحفر الباطن حتى الآن. وتعددت طرق المطالبة بافتتاح الجامعة، كان آخرها هاشتاغ تفاعلي على تويتر تحت اسم نبي جامعة. أطلق رواد الهاشتاغ مسمى يوم الوداع على يوم الجمعة من كل أسبوع، والذي يودع فيه طلاب المحافظة الجامعيين أهاليهم للذهاب إلى مناطق أخرى أقيمت بها جامعات دون مدينتهم، الشيء الذي يعرضهم لخطر الطريق والذي راح ضحيته عدد من أبناء المحافظة. طبعا احنا اطلقنا الحملة الأسبوعية كل جمعة للمطالبة بإنشاء جامعة حفر الباطن. الآن وصلنا إلى الجمعة 19، حاولنا نشرك فيها جميع المثقفين عبر تويتر، راسلنا أكثر من مشهور من المشاهير، تفاعلوا معنا كثير منهم، حاولنا نوصل صوتنا لأكبر شريحة من المجتمع وخاصة المسؤولين. يعني طرح يبين احتياج حفر الباطن إلى جامعة هي قضية المنطق والأرقام. أولا يوم الجمعة، وخصوصا آخر ساعة من يوم الجمعة في كل أسبوع، أنا أسميه يوم الشتات الحفراوي، يعني الحفراويين كل يوم جمعة يفترقون عن عائلاتهم. أقرب مسافة من حفر الباطن جامعة 500 كيلومتر. انظر إلى حجم الشتات، الناس تتوجه شرقا إلى الدمام والحسا، وأناس تتوجه جنوبا إلى القصيم والرياض، وأناس تتوجه غربا إلى عرعر وما حولها. السبب الثاني اللي يدفع القضية أنه تحتاج أو تستحق حفر الباطن جامعة اللي هو عدد طلاب الثانويات في حفر الباطن. بإحصائية قبل فترة، عدد طلاب الثانويات في حفر الباطن يقربون من 24,000 طالب وطالبة، موزعين على 122 مدرسة ثانوية. الآن أكثر من 122 مدرسة ثانوية. طيب كم عدد الذين يملكون القدرة من هؤلاء الطلاب على التوجه إلى مسافة 500 كيلومتر؟ 30%، 40%، 50%؟ طيب قل 50%. 50% يعني تفقد حفر الباطن كل عام ما يقرب من 12,000 طالب وطالبة هدرا يضيعون. وين يذهبون هؤلاء؟
يعني هؤلاء أما وظائف ليست على قدر قدراتهم التي يخدمون بها وطنهم، أو للشارع، للفراغ، للملل، للمشاكل، يعني الجرائم. لم تنفع المطالبات الرسمية لمجلس المنطقة الشرقية والتي ترفع سنويا بضرورة افتتاح جامعة بحفر الباطن لطلاب المحافظة والذين يدفعون أرواحهم ثمنا لطلب العلم في عدد من المناطق المجاورة لها والتي تبعد أقلها مسافة أكثر من 600 كيلومترا ذهابا وإيابا، الشيء الذي انعكس سلبا على بعض الطلاب الذين لا يستطيعون أحيانا إكمال دراستهم خارج المحافظة، مما نتج عنه ارتفاع في معدلات البطالة بين شباب المحافظة. حفر الباطن تقع في مفترق طرق ما بين يعني في أقصى حدود المنطقة الشرقية من جهة المنطقة الشمالية. إذا قلنا إن في جامعة في المنطقة الشرقية في الدمام وكليات في المنطقة الشمالية، أي طالب من الحفر يبغى يدرس في الدمام أو الشمال يقطع مسافة لا تقل عن 500 كيلو، يعني 1000 كيلو ذهاب وإياب. كيف طالب يعني إذا قلنا من خريج الثانوية بسن 19 سنة أو 18 سنة بيقطعها أسبوعيا ويتحمل مصاريف ومخاطر الطريق؟ أولى درجات التعليم العالي البكالوريوس حرموا منها الكثير من أهالي حفر باطن بسبب وجود جامعة. هذا أثر يعني سلبا على جودة العقول المثقفة يعني والخبرات في المحافظة. حقيقة أنا أذكر تصريح يعني كان مستفز جدا لمجتمع حفر الباطن، صدر من عميد جامعة البلقان في الأردن وقال أنا أفكر في إنشاء جامعة في حفر الباطن لأبناء حفر الباطن بحكم وجود عدد كبير من الطلاب في حفر الباطن يدرسون في الأردن وفي بعض الدول العربية والخليجية، الأردن مثلا ومصر كذلك عدد كبير من أبناء المحافظة. هذا التصريح لما صدر وتنقلته وسائل الإعلام في وقتها أصبح حقيقة حديث مستفز جدا، خاصة أن الاعتراف بالأهمية يأتي من الخارج، وبينما يعني تعليمنا وزارة التعليم العالي لم تتحرك في هذا المجال. بالنسبة للطالبات أكثرهم يتجهون إلى كلية التربية الإعداد معلمات ونسبهم عالي جدا، فيهاهلهم إلى كليات عديدة مثل كلية الطب، كلية الهندسة، الصيدلة، يخدمون أكثر من مجالهم من مجال التعليم. الآن أزمة معلمات عندنا، كثير من المعلمات ما تعين بسبب عدد الكثرة، كثرة المعلمات. فلو كان هناك اتجاه آخر للتخصصات أخرى قريبة للمحافظة حفر الباطن أو في محافظة حفر الباطن راح تتجه الطالبات لهذه التخصصات، فراح نغطي جزء كبير من التخصصات اللي محتاجينها في حفر الباطن. خريجي سنويا حوالي 10,000 طالب وطالبة تقريبا من المرحلة الثانوية، وللأسف أنه هذا الأمر يعني عدم وجود جامعة سبب إرباكات كثيرة للأهالي والعائلات وطموحات الطلاب أيضا، فبعضهم بسبب ظروفه ما يستطيع مواصلة دراسته، وبنفس الوقت إضافة إلى ما تحدث الجامعة وجود الجامعة ما يحدث من حراك اقتصادي وثقافي وفكري وعلمي واجتماعي، وتوفيرها لعدد كبير من الوظائف والمهن وتطويرها للمجتمع بشكل كبير وسلوك الناس. حفر الباطن يعني أكثر من 700,000 نسمة لا يدرس فيها في مرحلة البكالوريوس إلا سوى طبعا 69 طالب فقط، 69 طالب يدرسون في كلية تابعة لجامعة البترول والمعادن الذي هي أيضا مسؤولية كاملة في إعطاء يعني إنشاء كليات أكبر في حفر الباطن بحكم أنها تابعة، حفر الباطن تابعة للمنطقة الشرقية اللي هي كجهة إدارية. 69 طالب من بين 700,000 نسمة يدرسون مرحلة البكالوريوس. ووفق دراسة ميدانية أجرتها صحيفة الشرق، فإن قرابة 3,000 طالب من خريجي الثانوية كل عام غير قادرين على خوض الدراسة الجامعية بسبب ضآلة الفرص أمامهم، فيضطرون للبقاء عاطلين أو ينخرطون في الوظائف العسكرية، في حين يقبل سنويا حوالي 1,500 طالب من المجموع الكلي لعدد الخريجين البالغ 4,582 طالبا، وتدرس هذه النسبة القليلة في جامعات المجمعة والقصيم والدمام والرياض وشقرة والشمال. حفر الباطن تقارب 500,000 نسمة، يعني بالإحصائيات يعني من
إحصائيات معتمدة يعني لا تقل عن 500,000 نسمة، عدد الثانويات كبير جدا، عدد الخريجين كبير جدا. يعني رؤيتنا لافتتاح جامعات في محافظات مجاورة أعداد سكانها لا يزيد عن 50,000 نسمة يعني يضع الكثير من علامات الاستفهام أمام آلية عمل وزارة التعليم العالي في توزيعها للجامعات. على سبيل المثال يعني في مستوى فيما يتعلق في البنات الخريجات سنويا تقريبا 4,000 طالبة في ثانوية في مدارس الثانوية في حفر الباطن، يقبل منها تقريبا 1,700 طالبة، بينما البقية يعني ينتظرن دورهن في القبول. أنا أذكر أن عميد الكلية وقتها رفع يعني مطالبة عاجلة بضرورة استيعاب يعني استيعاب فترة مسائية لهذه الأعداد يعني، وأذكر أن وزارة التعليم العالي طبعا أو وزارة المالية رفضت طبعا هذه المسألة لأن العدد طبعا كبير ولا يستوعب هذا العدد طبعا في الكلية. جامعة المجمع فتحت فرع للدبلومات للبنين والبنات تقريبا في 5 أو 6 تخصصات، العدد كان كبير جدا إقبال، حتى أن بعضهم لم يقبل إلى الآن، حولوهم إلى السنة المقبلة. حفر الباطن، طلاب حفر الباطن أو موظفين حفر الباطن متعطشين للدورات، متعطشين للبرامج خدمة المجتمع، متعطشين لإكمال دراساتهم العليا. الآن أكثر الشباب اللي يدرسون دراسات عليا ماجستير يدرسون في جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى في بريدة، وبعضهم في جامعة الإمام وجامعة الملك سعود في الرياض. هناك الآن مباني جامعية جاهزة ومخططة ومسورة، ولا تريد إلا أن تخفق يعني فيها الروح وليست الأرياح ولا فيها أحد، يعني أن توضع فيها الآن وتبدأ فيها الطلاب وتتوجه الطلاب والمختبرات والمعامل وما إلى ذلك. أيضا من الأسباب التي تدفع المسؤول أنه يبادر إلى افتتاح جامعة في حفر الباطن أن سياسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأتم على هذا البلد نعمة الأمن والأمان والتقدم هي توزيع التنمية، أن يكون جزء من هذا الوطن يعني متخلف عن كثير من الأجزاء. وحقيقة في حفر الباطن هناك ألم عند الناس لما يجيك ناس من مناطق أخرى ويقول هذه حفر الباطن غريبة ما فيها جامعة. مؤخرا فتحت وفاة الشابين مطر وفرج العنزي أثناء عودتهما لمحافظة حفر الباطن بعد انتهائهما من التسجيل في جامعة القصيم في بداية الفصل الماضي، فتحت الباب على مصراعيه للمطالبة بضرورة افتتاح جامعة في حفر الباطن لخدمة أكثر من 8,000 خريج وخريجة سنويا. وهنا فتح عدد من المسؤولين والأهالي النار على وزارة التعليم العالي مطالبينها بإيجاد مبررات مقنعة حول عدم إنشاء جامعة في حفر الباطن. من الأشياء المثيرة عندنا حقيقة وتحز في الخاطر كثيرا وهي حوادث الطرق وما تعرض له الطلاب، وأنه يروحون متأخرين ويكونوا سهرانين ويكونوا ما أدري إيش، فسبب لهم تصير حوادث توفي فيها عدد من الطلاب. يعني آخر كان الحوادث البشعة والشنيعة جدا أنه طالبين أخوين في بداية تسجيلهم وراحوا للمباشرة للمرة الأولى في الجامعة توفي رحمة الله عليهم اثنينهم، وهذا أثر في كثير من في نفوس الناس كثيرا يعني، وهم يعني يحتاجون أنه لفتة إنسانية لأجل إنشاء هذه الجامعة التي لعلها توقف كثير من الحوادث السير وغيرها. طبعا الكثير من الأسر في حفر الباطن تعاني حقيقة من موضوع الجامعة، ويعني لها قصص مأساوية في هذا الجانب. يعني أنا أذكر أن أحد التغريدات في تويتر كانت يعني تجاوز ريتويت لها أكثر من 900 ريتويت تفاعلا من جميع شرائح المجتمع السعودي. يعني واحد يتكلم ويقول أنا أخوي في الرياض وأخوي الثاني في حايل في جامعة حايل وفي جامعة واللي قبله في جامعة أحد جامعات الرياض وجامعة القصيم وجامعة الدمام وجامعة المجمعة، 5 أبناء متفرقين على جميع. أعتقد أن هذه بحد ذاتها يعني حالة ممكن تكشف الكثير من معاناة أهالي حفر الباطن من هذا الموضوع تحديدا. أنا واحد من آلاف أولياء الأمور، عندي 5 طلاب يوميا كل جمعة أودعهم
يروحون لجامعاتهم، كلهم يدرسون خارج المحافظة، ولا عندي حتى إمكانية أشتري لهم سيارات. أنا متقاعد راتبي 1900 ريال، ولا عندي إمكانية حتى يعني أزيد مصرفهم. ولي نأمله من حكومتنا الرشيدة أن تعطف علينا وتفتح لنا جامعة بمحافظتنا. وفي حين اختلفت طرق مطالبات أهالي حفر الباطن بسرعة افتتاح جامعة في المحافظة، استغل لاعب نادي الباطن فيصل عياد الضفيري تسجيله هدفا في مباراة منقولة تلفزيونيا على القنوات السعودية الرياضية بين ناديه ونظيره الجيل ضمن دوري ركاء الدرجة الأولى، ليرفع لافتة على قميصه مناشدا فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتحقيق حلمه كما قال، والتي جاء فيه: يا ملكنا عبد الله، مالنا غيرك بعد الله، الجامعة مطلبنا، فهل يتحقق الحلم؟ بالنسبة للفكرة كانت فكرة يعني قديمة، كانت لنا مطالبات كثيرة على البرامج التواصل لكن ما أثمرت بشيء. فكانت أحد الفكرة أحد اللعيبة الموجود معي في النادي اللي هو الأخ الدخيل وكذلك الأخ حماد مرجي، فكانوا جت في وقتها فحبينا أن ما دام المباراة منقولة نستغل النقل هذا بمطالبتنا للجامعة. لنا معاناة كبيرة كبيرة جدا بالنسبة للجامعة، لأن تقريبا اللي يتخرج سنويا من طلاب وطالبات ما يقارب 8000 شخص، فمن الحرام أن يعني يتغرب برا، في بعضهم ما يتحمل المصاريف هذه كلها برا، وأنا من المتضررين كذلك أخوي الآن يدرس بالمجمع، والله ما ندري كذا الآن كثرة الحوادث، ما تدري هو يروح يرجع ولا ما يرجع لا سمح الله. فما فهذا الشيء المؤثر اللي خلانا نطالب بالشيء هذا ونشرك الجانب الرياضي اللي تكون تخصده أكبر. أنا أخاف أنه تكون حفر الباطن منطقة صراع قوى بين الجامعات، وكلني بيفتح عندنا فرع، الآن المجمعة فاتحة فرع، الملك فهد بيفتح فرع، جامعة الدمام تبتفتح فروع، وبالأخير الخيار الصحيح ليست فروع، الخيار أنه تفتح جامعة في حفر الباطن، جامعة حفر الباطن مثل جامعة الحدود الشمالية، مثل جامعة المجمعة، مثل جامعة شقرة. طبعا خصصت لمحافظة حفر الباطن عدة كليات، لكن بعض الكليات لم تعمل حتى الآن، ونحن إن شاء الله ننتظر يعني أنه يصدر فيها أمر قريب، ونتطلع من والد الجميع خالد بن الحرمين الشريفين أنه يتبنى هذا الأمر ويصدر أمره الكريم بإنشاء جامعة محافظة حفر الباطن لأجل خدمة أبناء هذه المحافظة. شكرا للزميل منصور على هذا الرصد، ونحن بدورنا عرضنا أمل سكان حفر الباطن في أن تتحقق مطالبهم التنموية في هذا السياق.